السلام عليكم الطلاب الأعزاء، اليوم عندنا موضوع جدا مهم، ما الفرق بين will وال going to؟ طبعا هذا موضوع جدا مهم وفيه حالات وشروط للإجابة عليه. راح نشرح في بداية الفيديو موضوع will. النقطة الأولى، أستخدم will عندما أخطط في المستقبل القريب وأتخذ القرار في لحظة الكلام، يعني أتخذ هسه في لحظة الكلام. ناخذ مثال I will eat ice cream، يعني بهاي اللحظة أنا هسه قررت آكل الآيس كريم المثلجات. ناخذ المثال الثاني، ناخذ مثال My father will visit his friend tomorrow. My father will visit his friend tomorrow. نلاحظ والي سوف يزور صديقه غدا، اتخذ القرار في لحظة الكلام. وهناك ملاحظة حول موضوع will. موضوع will لا أستخدم مع الأفعال المساعدة، أفعال المساعدة لا تأتي مع will، وأفعال المساعدة am, are, is لا تأتي هذه الكلمات أو الأفعال المساعدة مع will. ناخذ الحالة الثانية، أستخدم going to عندما أخطط في المستقبل البعيد، يعني أنا أقرر أو أخطط سابقا وليس الآن. هذه الحالة عكس موضوع will. going to تختلف شرحها وحالتها عن will. ناخذ المثال I am going to travel، أنا سوف أسافر، يعني هذا القرار متخذه سابقا وليس هسه في لحظة الكلام. وملاحظة أخيرة في موضوع going to، أستخدم going to مع الأفعال المساعدة، أفعال المساعدة قلناها في بداية الفيديو ونعيدها مرة أخرى am, are, is في هذا الموضوع. وهذا فيديو قصير يبين حالة ال will وال going to. شكرا لاستماعكم والمشاركة والإعجاب.